بلشت ماكسيماد ب 1999. كان ظرف مهم انه المستشفيات كانوا بحاجه لماتريال جديد للبيشنت بلبنان. المرحلة كانت كتير صعبة وقتها فتحت الشغل وعملت الماركت ستادي لشوف شو لازم أول شيء نقدر نأمنه. كانت أفانغارديست بكذا برودوي خصوصاً للنيو ديزينفكشن للهوسبيتالز. بال 2006 بالحرب ماكسيماد قدرت أمنت المستشفيات حتى ما نوقف العلاج للمرضى. ماكسيماد كانت وتفتحت شخص واحد واليوم صارت 11 شخص. عندها بلان لل 2015 تتوسع بمجال الصيدلة. أنا كتير فخورة باللي عملته لهلا. المرأة الناجحة هي المرأة يلي قدرت نظمت وقتها بين شغلها وبين عائلتها، وهيدي اللي أنا عملته من 15 سنة لليوم قدرت أمنت اثنين.